السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم، أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. أنا زور مسعودي وهذا البروج رقم 1 10 ديال الصباح، وكنتواجد مدينة تطوان. هذه المدينة الرائعة جدا بالدروب ديالها والأزقة الضيقة اللي من خلالها غنحاولوا نلتقطوا أكبر عدد من الصور الرائعة. في هذه الجولة غترافقني كاميرا سيجما دي بي 2 ميرول، كاميرا رائعة جدا، شكلها كلاسيكي، تساعد في تصوير الشارع مع عدسة 35 ملم 2.8، إلى جانبها كاميرا الدي 600 من نيكون مع عدسة 50 ملم 1.4 تعطي نتائج رائعة في تصوير البورتريه. نتمنى تكون هذه الجولة مليئة بالصور الجميلة. ما تنسوش الضغط على الزر لايك سبسكرايب شير ومشاركة الفيديو مع أصدقائك إن أعجبك طبعا.